محمد هنا في الاستوديو. محمد، أي من العملاقين الإسبانيين يعني ترى صلاح الأقرب للعب معهم؟ هي مش الأقرب، هو احنا ممكن نقول نشوف المشهد إزاي. لو مثلا هنبص لريال مدريد وبرشلونة، طبعا لا يخفى على احد ان برشلونه وريال مدريد بيمروا بمرحله تعثر واضحه جدا، سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الاوروبي، ومرحله انتقاليه ما بين نهايه جيل وبدايه مرحله جديده للنادي. يمكن كنت بكلمك قبل الهوا، قبل 20 سنه لما بدا فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد المرحله اللي اطلق عليها في الصحافه الاسبانيه جلاكتيكوس او حشد النجوم، لما جه زين الدين زيدان وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام ولويس فيجو، وقدر الفريق ان هو يحقق انجازات كبيره جدا. بعدها بفتره بدا الامر يتكرر بفتره حقبه اللي ما يقال عنها حقبه كريستيانو رونالدو والنجاحات الكبيره اللي حققها. يمكن كان الامل كبير مطروح على هازارد ان هو يكرر نفس التجربه دي من خلال التعاقد معاه الموسم الماضي، لكن حتى الان الاصابات وفتره الغيابات الكبيره جدا لم يوفق. هل بقى ريال مدريد هيبدا اعاده مرحله حشد النجوم مره اخرى؟ والكلام الكتير اللي احنا سمعناه عن ان في رغبه بضم هالاند النجم النرويجي لاعب بروسيا دورتموند، ايضا امبابي لاعب باريس سان جيرمان، هل ممكن يكون محمد صلاح من احد افراد المشروع ده؟ يكون صلاح يمين وهازارد يسار؟ لا نتحدث بلغه الارقام، فنتحدث يعني بشكل ملخص لان الوقت يداهمنا. محمد، ترى محمد صلاح في ريال مدريد ام برشلونه؟ انا ارى في ليفربول. في ليفربول؟ نعم. لماذا ليس في برشلونه او ريال مدريد؟ لان اعتقد محمد صلاح بدا يوصل لسن ال 28، ودي مرحله صلاح في ليفربول. علق في ليفربول ويسعى لتحقيق، لا، ودي مرحله النضج الكروي كمان. محمد صلاح اصبح اسطوره ومن العلامات الفارقه في ليفربول، كل يوم وكل مباراه بيلعبها بيحقق رقم قياسي جديد محدش هيقدر يقرب منه. زي ما قلت لك، صحيح ريال مدريد نادي كبير وبرشلونه كبير، لكن ليفربول لا يقل عنهم. ومحمد صلاح 28 سنه وصل لمرحله النضج الكروي، اي مغامره او اي مخاطره بعد هذا السن قد لا تكون محسوبه العواقب، قد تكون خطر على مسيرته وهبوط المنحنى التصاعدي اللي موجود ليه على مستوى الاداء. راي السيد خواكيم في الموضوع. السيد خواكيم، اين